إنجاز عدة أنقاب عميقة ووضع محطات لضخ المياه الجوفية، مشاريع تشهدها برج بعريريج لتوفير المياه الشرب للساكنة، مشاريع من شأنها التقليل من نقص هذا المورد الحيوي الذي كانت تعاني منه بعض بلديات الولاية. احنا عندنا برنامج هو إنجاز أنقاب عميقة نروح حتى 600-700 متر طولي اون بروفوندور. النتائج الأولية كانت عندنا أنقاب أخرى تم إنجاز سابقا عطات حوالي حتى 30 لتر في الثانية، هذا مما شجعنا في إنجاز أنقاب أخرى إن شاء الله. أكثر من 46 بئرا عميقة ومتوسطة سجلتها السلطات المحلية لبرج بعريريج لتدعيم شبكة التوزيع الحالية. هذا ما هو إلى برنامج استعجالي سداسي التسجيل وسداسي الإنجاز، وكذلك سوف يدخل في الخدمة على مدى 3 أشهر القادمة. هناك أبا سوف تدخل في الخدمة في نهاية الشهر، وأخرى في شهر أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر حتى تستكمل الحلقة في نهاية السنة. ما أقوله أنه المياه الصالحة للشرب أصبحت أولوية للسلطات العمومية كباقي القطاعات. ولاية برج بعريريج على خطى ثابتة من أجل التقليل وتجاوز الإشكالات والمعوقات المرتبطة بشح المياه. مواطنو الولاية استحسنوا هذه المشاريع التي من شأنها توفير هذا المورد الحيوي خاصة في فصل الصيف. الزراعات هذه مليحة للشعب ويتهنى الشعب شوية، كتقد الماء سبحان الله، الماء حاجة مليحة، لازم الماء، حاجة بلا ما مكان ما بغاش تعيش ترحل. جهودات مشكورة عليها الدولة، ونستنى وإن شاء الله تعمل فائدة والحملة هذه إن شاء الله تنجح نتاع الحفرة الآبار. رغم قلة الأمطار التي تسببت في نقص المياه على مستوى بعض السدود، إلا أن الجهود المبذولة من حفر للآبار والأنقاب العميقة بالمناطق التي تتوفر على المياه الجوفية سيريح المواطنين من شح الحنفيات في ولاية برج بعريريج.